السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وكلمتي اللباد عن كسمين إنه تركيا جارهان كلمة وحكوا سابسنا هاي انقلاب كي أما أفكن بيجود عيسوبي يقفكم مسلم كاه محاو واجب كواه ملو جوجبة إلهي سبحانه وتعالى إنه فشليي ووح على الله وحمده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مكرجا وحنا قفك ما كرك أبو كن قضاء ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله إزادا يشرفتنا الله يا رسولك يا مؤمنين تبع مروى البناء إسكالي حق يا باطل كاد إسكوري ما دان حق يا سجنا ذا باطل كنا هطور وهابة ربة تئه وصعنا يا هذا موقفك شرعيك يا أخلاقك يا قفك مسلمك وآدن محوية أرنتانية ذا موقف كقفكم مسلم كأوآدن أيها الأحبة مسلم كصادق أوحى وآدن إنه أرنتي تركيا كرنا عضي وشجبيه أن إنكرنه أن ما رتقف كستو مسلم وحاس كسهر جسوسن جعلي سنن ووحى ما رتواجب كنقوى إنه كأمسنا صح معها مد لبادة وخروج يلقب حي حاكم مسلم ووح قال لما أين النغم وقنن إن لغو بحانا وكبائر الذنوب تواوين أي إذنها كميتهاي ناحية القانونية مرك الله فيريو إن دادك الليبراليين تاي يرهر قلبيت كأي إن تدبصعو تاي قلبي واضو مرالكو كجرو رنبا أي كفرحان ووح لغو قصلو أو لغا يحيحو أو لغا حيشوضو سببتو أين الديمقراطية دي أي شيغ جرين حقيقة بحضي هذه الديمقراطية دي أي شيء جين أي كسور جدًا ووح لغو قصلو رنتي وحاسل مثل مد أتحس أكله أو يدنا وح ليا بقى قف مسلم أو متدين أو لغيا بقوليس إنه كفر حسن يهي وحير دعي وكفر حسن يبا يدنا مد آمن كيرين قف كمسلم كامرك وح واجب قا أمور تادت كمسلمين تعمل يجوعن بإن تكحن صتو فرحت ضوضة إن تكفر حضو حزن جود يمرق تودن إن تكمر جوتو إن تمني ده إلهي محن ضاق يقبل تضن إنه كقاضو سداس واجب إنه تدك بضو وحاجر مسلمين هو كفر حي وملب بدن جو حقيقة ووح لجحش هذا أيها الأحبة لكن الله بصوص صاري أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم إلهي بوحصوص صاري الضغين ذا يحقد ذا يكرهي ذا يحمان تقلب جود كجر تبو ربي صوص صاري وحقيقرين أيام بنا كوين قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وحلابت وضع قرين يساء يسون كوين وحانا كم مقنا يا عرب كودي أف كودك وهذا الكيسة أيام ربضا يكسو مقن ولا تعرف أنهم في لحن القول هذا حقيقة وحا وحا آذي أدلو أمانا ددك ريا تركيا شعبا وحكومة يعني حتى ومعارضة وانت بضان نفطوضو اني صف واحدة اي استاجين او اي كسهور جيد سيدين وحي داعي سببتم حيث ايوه الاحبة وحا حتى معارضة لغو مهد علين ايوه وحا انو قونا يسا حقن للدماء اني بيكي دادان لها لو الجوجيي وشوارع لقول قول لها ميلاد اكتين وضمدا كلا ان ديك سيدا لوغو داديو ان ايو اي جوجيين او كلغود او في صدور عارية لا بنان او قاون اي دمر اي عرور ان وحباهي سنين اي دبابديه اي مدافعي دي كورتغان كونا قصبان اني كلابتان ماشي اي ثكونات كودي عسكرية كسو بحين تاسينا وحاوية وحقيقة لوغو مهد عليو حكومة اي شعب با اسكسي اي مدينهن بان او مهد علينينا سؤاشك لا يحتا وحاوية لبعض هذا على تركيا أيها الأحبة خير بدن بهاد كتيري حقيقة مركل عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وحين أردت اسم مجنسة دتكي أها عملاء الداخل وعداوة الخارج يعني عملاء ذي كوي جاجوسين تا يقشن كي جدها جوجي إياه عدو ودي خارج كا إياه بنان كا لبلا بإسكوسي أي مان ترير تركيا ويا قنن وحين نقول إسا إن أي تركيا اليوم أقوى من تركيا الأمس حو جود مان إنه كون يهي كي شل سلا أي أهين سببته أنا وحوي ألف حسابات أي مان تيو كل حساب تميان وأي مارة قفل بوقف كريان
qaadada iyo madaxda reer Turkiyana siday awalba shacabkooda ugu dhawaayeen inay ugu sii dhawaadeen bay noqonaysaa duruusta maanta laga qaadanayaa ayuha laxiba oo aynan arrintani qadrasa iyo ku keenin isla weyneyn iyo annagaa kan ahayn iyo annagaa awood lahayn iyo annagaa sirdoonka igu fashiliyay iyo halkaa inaan la marine shacabkooda siday ugu dhawaayeen allah subxaanahu watacaalana u dhawaadaan shacabkooda u dhawaadaan xaqiiqatan waxaa aad iyo aad u cajab badan ikhwaani tusaalihii aan aadka u xusuusto in telefoonkan aad joog aad u jeedo facetime caadiya intuu qofku isagoo oon adeegsanin tv-yadii iyo idaacadihii iyo fulaankii wixii waaweynaa oo dhan adeegsan intuu qofku soo qaato telefoon inuu shacabkiisa kala hadlo yidhaahdo soo dega ay kulligood shaariic usooda kuwii hurday lasoo kiciyo ay dhulka wada yimaadaan arrintaasi waa qurbi ilaahay uu qofkuna u dhow yahay oo kelimadiisa masmuuc ay noqotay dayib shacabkiisana uu u dhow yahay iyo waxqabadkiisa uu shacabkiisa u qaban ayaana taa maaragtay runtiina daraasad iyo duruus badan baa ugu jira madaxdeenna soomaaliya iyo kuwa raba inay hadda maanta madax ay noqdaan 2016-ka hadda aan joogan see cararaya ee raba inuu mid waliba u xukumo shacabkaaga sidaad u tahay ayaa dhowaan adigana lagula dhakamaa tadiinu tudaan sida aad u dhaqanta ayaa lagula dhaqmi doonaa qof walbow ee maaragtay bal ka fikir arrinta ugu dambeynta ayuha laxiba waxaan rabaa inaan muujiyo shacabka iyo dadkaas ee reer Turkiga iyo wanaagga ay sameeyeen ee xaqiiqatan oo bir-aasati Rajab Tayyib Erdogan madaxweynaha hadda haystana uu sameeyey waa wax ee lagu siiyo taqdiir iyo sharaf iyo taxiya lagu siiyo ijlaal sababtoo ah shacabkiisa ninku markuu u fucnaado shucuubtii kale islaamkana saad ogeyd buwa shacabu Ghaza ayuu garab istaagay ood ogeyd iyo wixii kasoo gaadhay iyo wixii u geysteen shacabu reer Suuriya ayaad ogtahay malaajidii meelaha loo sameeyey iyo malaayiinta ku nool ee maanta ay quudiyaan ee sida shacabkooda oo kale la mid ah ay dareensan yihiin shacabka Soomaaliya iyo sida ay u sameeyeen iyo waxay u qabteen iyo imaatinka ay yimaadeen iyo macnawiyaadka ay noo sameynaysa haddaan nahay dad Soomaaliya oo waddankooda u danqanaya inuu yimaado madaxweyne muslimihi intuu yimaado uu qaxootiyada u tago billaahi calaykum ma xusuusataan qaxootiyada Muqdisho markuu Rajab Tayyib Erdogan ismaca zawjati isagoo xaaskiisii uu watay ragga qaar badani xaaskooda xitaa meel halisa ma geeyeen iyaga oo madfac lagu soo dhoweynayo oo qarax lagu soo dhoweynayo oo laga hormarayo hoteelkii uu ku degay lahaa la qarxinayo xaaskiisii inuu soo kaxaystay qaxooti Soomaaliyeed ay ilmihii Soomaaliyeed labadooda dhinacooda sa ugu wada qabteen laabtiisana uu u saaray marna waxa aanan halmaamaynin wey ugu dambeyntii gebagabada shacabka dadka reer Soomaaliyeed oo dhan xukuumatan wa shacban xaqiiqatan waxay mudan yihiin in lagu ammaano dhibaatadan dhacday iyaguna siday u istaageen sida uga dhiidhiyeen sida ay mudaharaadka uga soo horjeedsadeen sida ay xitaa kuwa dhallinyarta gudaha joogta oo maarta jooga Turkiga naftooda ardaydii iyo dadkii joogaana ay tadaamunka u muujiyeen sida ay maanta websaydyada iyo baraha internetka oo dhan wax kale aan looga hadlin iyo meelaha lagu wada hadlo kullu hada waxa weeye xaqiiqatan waa waajib weyn horta qof walba waxa intaynan cid kale waxba Turkiga intaada u qabanin waa waajib Ilaahay ku saaray oo adigu aad gudanaysa weeyaan waajib Alla ku saaray inaad muslimiinta ku farxdo wanaagooda xumaantoodana ka dhiidhido kelimadaadana aad ku darto qowlkaaga iyo ficilkaagana aad raaciso waajib anagana saaran weeye runtii taxiye iyo sharafna way ku mudan tahay xukuumi iyo shacaba wajazaakum allahu khayr allah subxaanahu watacaala waxaan u baryaynaa mar walba inuu ilaahay subxaanahu watacaala ayido oo bimadad uu ilaahay subxaanahu watacaala bicawnihi wamadadihi bixawlihi waquwatihi uu rabbi subxaanahu watacaala Erdogan uu ku garab istaago mar walba islaamkana kii u khidmeeya uu noqdo cadowgiisana ilaahay jabiyo cadowga muslimiinta oo dhan wajazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh